في حادث مأساوي قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في غرب رفح وفقاً لوزارة الصحة في غزة. أفاد شهود عيان بأن ما لا يقل عن 8 غارات جوية استهدفت المخيم الذي يقع على بعد 600 قدم فقط من مستودع للأمم المتحدة. أشار متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن عدد القتلى قد يرتفع، وأكد أن المخيم قد تم تصنيفه كمنطقة إنسانية من قبل الجيش الإسرائيلي. أكد جيش الدفاع الإسرائيلي IDF الضربة، مشيرا إلى أنهم استهدفوا مجمعا لحماس في رفح حيث كان يعمل إرهابيون بارزون من حماس. ومن بين القتلى ياسين ربيع رئيس أركان حماس في الضفة الغربية. وفقا لتقرير جيروزاليم بوست، تأتي هذه الهجمات بعد وابل من صواريخ حماس التي وصلت إلى وسط إسرائيل يوم الأحد، وهو أول هجوم بعيد المدى للمجموعة منذ أشهر. بينما لم ترد أي إصابات جراء الهجوم الصاروخي، بررت حماس ذلك كرد على ما وصفته بالمجازر الصهيونية ضد المدنيين. أفادت تقارير سابقة من وزارة الصحة في غزة أن 81 شخصاً قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، وقد أبلغ عن أن العدد الإجمالي للقتلى نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة يقارب 36,000، رغم أن العدد يعتقد أنه أعلى نظراً لوجود العديد من الجثث لا تزال مدفونة تحت الأنقاض. تسلط وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على الوضع الإنساني الحرج في غزة، حيث تم تشريد حوالي 80% من سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وينتشر الجوع الشديد. وتقول مسؤولو الأمم المتحدة أن أجزاء من المنطقة تعاني من المجاعة. وتفيد تقارير اليونيسف بأن ما يقرب من جميع الأطفال 600,000 الذين يلجؤون إلى مدينة رفح في جنوب غزة يعانون من إصابات أو أمراض أو سوء تغذية. ابقوا على اطلاع على المزيد من التحديثات، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق والاشتراك للحصول على آخر الأخبار.